السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة حسونة أم جدوى. هادي الصيف قرب إن شاء الله، مشيت نجيب شي صنيدلات. ادخلوا معايا باش تشوفوا آخر موديلات كاينين هنايا في إيطاليا. صراحة عندهم داكشي زوين وبسيط، وصراحة ما كيقلبوش على ديك الموضة بحالنا حنايا في المغرب. موضة سامبل كياخدوها كجوج ولا ثلاثة. داكشي اللي غادي ندير نيت أنا، غادي نشوف صراحة الزحام في هذا المحل. هذا بيتاروسو كما شفتوا في الأول الفيديو، غزال هاد بيتاروسو كيسطيني كيحمقني ودائما عامر عامر. المهم انا بشويه عليا تنلقى شي موديلات زوينين. كاينين هادو صراحه ديال الجلد، دايرين تقريبا 7000 ريال، ولكن راه كتلبسيهم حتى كيطلعوا لك في الراس. هادو هاد العطي مريحين بزاف، ماشي تقال بحال دوك ديال الشناوه، ولا خفاف بزاف. هادو تا هما هادو كلهم خفاف، كتلبسيهم خفاف. كاين صراحة واحد الشكل اخرين بحال هادو، 8000 بل تقدري 10000 ريال، بحال 200. ولكن شي حاجة تلبسيها وانتي مرتاحة. شو هادو ديال الريال، غزالين غزالين غزالين. هادو غندير لهم تقريبا تا 20 يورو. فين هادو الخضار والصوص في سير و كتلبسوهم خفاف خفاف بزاف. كاين اشكال كثيره، كاين في البيج خفاف، كاين هذا في النحاسي، كاين في الفضي، كاين هذا فاش كنت ديال الدوغي، كاين في الكحل. هادو ثمنهم شويه 24. شو 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 غزال وصافي. شوفوا هادو بالالوان، ودزنا الايبير تا هو. راكم عارفين دابا مع البحر مشا جدو هادي باش يتقطعوا عاوتاني المسائل ديال البحر، مشاو يجيبوا غير شي حوايج. الصراحه العام اللي فات كنا شرينا داك التخربيق الاخر اللي بحال باراسول بحال الكراسه وداكشي، غير شي تخربيق دوك اللعب باش كيلعبوا في البحر. صراحه كان عامر عامر صراحة. النص ديال الايبير كله غير هادشي ديال البحر ولا بيسين. نمشيو نيت البحر نتبرونزاو شي شويه. هادو راه ديال النير، شفتيهم اطوار وما في ما كان هنا. هادو مالي كبار، هادو بزاف. هادشي اخدينا هادو، انت درا ماشي دوك الكبار عرفت، ولكن واعي زوين. هذا ديال تدريب نتاع الرياضة. ايوا من ايبير غادي نشد الرحال الى البازار. صراحة هذا البازار غزال، كاين في كاستيل فرانكو. عنده كل شيء، اي حاجه بغيتيها في العطريه، اي حاجه اي حاجه طاحت لك على البال الا كتلقاها عنده. الخزامة ما كنلقاها عنده، سانوج كل شيء، اي حاجه ديال المغرب عنده. كما كتشوفوا الزنجلان، حتى اللحم ديالو، يعني اللحم اللي كيبيع دجاج وكل شيء، يعني الزيتون كل شيء داكشي نقي وديال المغرب. واخا بعيد عليا كان جيت لعندو. اللي لاحظت ان هادو ديال وجده ولكن متقالش، كما قلت لكم اللحم عنده صراحه غزال وطري وجديد. يعني الصراحه الصراحه وجربته، لانك كتعرف اللحم واش مذبوح بطريقه اسلاميه او لا، غير من خلال انك ملي كتشحري اللحم او كتشحري الكفته كتبان لك واحد الكشكوشه خايبه بزاف، كتعرفي بان ما مذبوحش بطريقه اسلاميه. وملي كيكون ناشف من ديك الكشكوشه راه كتعرفوا بانه نقي ومذبوح بطريقه اسلاميه. ما عندي ما نقول على اللحم ديال هاد السيد هذا اللي في كاستيل فرانكو، ومعروف الصراحه كلشي كيشكرو، عنده اللحم توب توب توب.
والزيتون شغنقول لكم غزال، حتى داك الحامض مصير سبحان الله. السلعه كلها ديال المغرب وجديده، راه ماشي زعما شي كنقول هذا الشيء زعما من مور السيد، فعلا السلعه ديالو فنه مجربه، عنده كل شيء. تمن الحار سبحان الله، بحال جايبين الزيتون والحار من عند مولالي الزيتون في المغرب. تحيه لمالين الزيتون في المغرب كاملين. دابا ندخلوا الكوزينه ان شاء الله نردوا العشاء. هنايا بغيت ندير شي عشوه خفيفه الصراحه، غادي نوجدها من دابا. هذه البطاطا كنشدها خضره، كنقطعها هكا بحال اللي بغيتي، دواور هكا طوال اللي بغيتي. غادي ندير لها شي اعشاب منتسمه. المهم غادي نبدا بالملحه، هذه كندخلها للفران صراحه كتجي زوينه صالحه للريجيم. غادي ندير زيت الزيتون، وغادي نضيف الابزار غير شويه ما تكتروهش. وكندير هاد الروزمارينو اللي هو اكليل الجبل كنقولوا له في المغرب اليازير، صراحه غزال غير ما تكتروش لانه الا كترتو كيعطي المروره. وهذا الاوريغانو توب الصراحه، كنصحكم في اي حاجه ديروه، الزعتر او الزعتره، هنا في ايطاليا عندهم الزعتره غزاله 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 كتعجبني. غادي نخلط كل شيء وغادي ندخله الفران تاي تبع لا خطر، انا كنخليه هكا في الفران على المهل حتى كطيب ديك البطاطا بوحديتها وكتتحمر وكتجي مقرمله الصراحه، ما تشبعوش منها. صافي دابا سخنت الفران تقريبا على درجة 200 200، وغادي ندخل غادي ندخلها وغادي نخليها تطيب. هاي خرجتها من الفران تجي روعة، كتجي مقرملة. وهاد البطاطا ديالهم هنايا في ايطاليا كتجي بحال ماشي هكا مرخية، ولكن شادة راسها ولكن بحال الزبدة. هاد النوع هذا هو داك اللي عنده القشرة هكا في الباج، صراحة كتجي زوينة وصالحة للناس ديال الريجيم، كتعجبني صراحة. درت الروز انشلاغا، كتخليها على نار مهيله كيتنفخ باش تدير الروز ديال الكبسه، صافي يكون طاب. غادي ندفيلو باش نخليه يبرد. من بعد ما الروز كيتسلق وكيتنفخ، يعني كيجي الطريقه ديال الروز هو انك تخليه على نار مهيله، راه كيتنفخ بوحدو كيجي بنين. هنايا راه درت شويه ديال زيت الزيتون تقريبا واحد جوج معالق، ودرت تقريبا ملعقه صغيره ديال الزبده. صافي كنكب عليها داك الروز، راه طاب على نار مهيله تشرب داك الماء اللي درت باش يتسلق فيه، صراحه زوين ورائع حتى هو كما قلت لكم. غندير نسد عليكم راسكم بالريجيم. الروز ما غندير فيه لا مايونيز لا حتى شي حاجه، طبيعي كما قلت لكم للريجيم. غادي نزيد غير شويه ديال البزار، الا بغيتو الاعشاب المنسمه كديروهم، انا ديجا درتهم في البطاطا يعني ما غاديش نديرهم. وكنزيد شويه 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 ديال الكركم عواد باش يعطيني داك اللون هكا ذهبي، غير شويه يعني ما بغيتوش صفر غير ذهبي، كيجي واحد المذاق يا سلام ديال الزبده وداك الكركم كيجي غزال. اللي بغى يزيد الثومه اللي بغى يزيد العطريه، انا ما كندير حتى شي حاجه. تبصيل غادي ناكل فيه شويه البطاطا وشويه الرز، والسلام عليكم. صافي كنخلي داكشي يدخل فيه دوك المكونات، صافي هذاك هكا تيكون واجد. وغادي ندير ان شاء الله فطائر تركيه كتجي كيجيو، انا ما غاديش نبقى نشكر صراحه، كيجيو رطبين رطبين وبنان، يعني واحد
لذة صراحة تركية. هما كيجيو صراحة بحال داك البطبوط اللي كنديرو معمر، غير هادو كتكون عندهم هذا العجينة كما غادي تشوفوا مرخوفة بزاف وكتجي رطبة. المهم هنايا غادي ندير تقريبا 4 ديال الكؤوس ديال هذاك الكاس هذا باش كنعبر. غادي تقريبا غادي تجي ديك كيلو الا ربع ديال الفورس بوحديتو، انا عبرته بهذا الكاس. كنضيف العجين تقريبا نص خمارة، هذه خمارة فيها 15 غرام، كندير تقريبا نص ديالها. في المغرب تقريبا فيها 8 غرام، غادي ديريها بوحديتها. كندير شوية ديال السنيدة باش يعطيوني ديك التحمر ديالهم، كيجو محمرين في الطياب. ومعلقة كبيرة ونص ديال الزبدة، شوية ديال الملحة، وغادي نضيف شويه ديال الخميره ديال الخبز تقريبا معلقه، ما نكتروهاش لان الحال سخون دابا. كندير تقريبا واحد معلقه كبيره صغيره صافي، وكنجمع هادشي كامل. الا بغيتي تجمعيهم بالحليب صراحه احسن، انا درت غير الماء، كيعجبوني غير بالماء، اما هما اصلا التواركه كيعجنوها بالحليب. كما قلت لكم العجينه خاصها تجي شويه مرخوفه. كنجمع العجينه عادي، غير هي كما قلت لكم كتبغي تكون شويه مرخوفه، كما كتشوفوا راها كتلصق في اليدين، يعني ماشي ديك اللي كنجمعوها حنايا بحال المسمن او لا بحال المخمر، راه كتكون كتلصق، كتبقى تلصق ليك حتى كتجمعيها في الاخر. هي وقتاش كتجمع حتى من كتخمر، حيت غادي نخليوها تخمر تما غادي تبداي تحسي بها كتجمع، ومازال تعاوني بها بالطحين. صافي كتبغي تدلك مزيان، يعني دلكيها باش يجيو هكا مرطبين ومفشفشين من يطيبوا. صافي من بعد ما عجنتها غادي راه باقا كتلصق، غادي نحطها في شي بول ولا شي حاجه ونخليها نغطي عليها ونخليها تتضاعف الحجم ديالها، يعني باش تخمر مزيان باش تصدق يعني مزيانه في هاد الفطائر. صافي وخليها هكا في شي بلاصه، ندوزو نوجدو الحشوه. غادي ندير تقريبا 2 معالق حتى 3 معالق كبار ديال زيت العود، زيت البلدية. غادي نضيف تقريبا 2 بصلات تقريبا كبار مشمضين. بالنسبة للحشوة غديري فيها اللي بغيتي، اي حاجة عندك، كاين بزاف ديال الحشوات غديري اللي كاين، انا قضيت بداكشي اللي عندي. غادي نضيف لهاد البصله شويه ديال الملحه، شويه البزار، وغادي نخليها تشحر واحد شويه. من بعد ما تشحرات الزبده غادي نضيف هنا درت 3 تقريبا ديال الخيزويات، 3 محكوكين.
وغادي نضيف لهم عطريه، غادي ندير شويه ديال الاوريغانو والزعتر، الحشوه كتعجبني تكون خفيفه ما فيهاش قوه العطريه بزاف. اكتفيت بشويه الملحه وشويه البزار وشويه الاوريغانو. هنا غادي نضيف شويه ديال الكفته، ممكن ديري الدجاج، ممكن ديري الحوت، اي حاجه كنغطيها كنخلي الحشوه تطيب على خاطرها. خديت العجينه درتها كواورات صغار، صراحه كيعجبني يكون هكا خفاف. كتمديها بالدلاك حتى كتولي رقيقه، كتعاوني هكا مع شويه ديال الطحين باش ما تلصقش ليك، لانها كتكون صراحه طريه بزاف رطبه. حاولي ديريها رقيقه باش ما تجيش هكا مدقصه غليظه. يديك كتولي تبان من العجينه. صافي، من بعد كندير الحشوه في النص ديال العجينه، تتبرد تماما. من بعد غادي نطوي باش يعطينا تقريبا بحال نصف دائره، وكنجمعوا دوك الجوانب بديك الطريقه اللي كنديروا ديال الشوسون، او لا الا بغيتيها كتشديهم بالفورشيت تهيره مزيانه. انا كندير غير الطريقه، كنحاول نطوي هكا عجينه بواحد تقريبا واحد نص سنتيم، وصافي كنفط عليها باش كتلصق العجينه مع العجينه وما كتخرجش الحشوه نهائيا. غادي نكملوا. نتمنى ان تكون يعني الطريقه ديال الطي ديالها باينه. صافي كنخليهم يرتاحوا غير شويه، يعني ماشي يخمروا، غير كيرتاحوا غير يرتاحوا غير شي شويه كما كتشوفوا، حيت الا خمروا صافي ما غاديش تقدي نهائيا تهزيهم طيبيهم. وقولوا لي مبروك هالفرح ديالي الجديد، هو اللي جبتني من البازار، غسلته مزيان وانا كنوجدو باش لانني اول مره غادي نلقاها في البازار. سبحان الله، المسكين كيجيب السلعه كلها كطير، تبارك الله ما شاء الله، الله يزيدو من فضله. من مشيت اليوم رقيتو ولا نجيبو. المهم كندهن الفراح ديالي بشويه ديال الزيت صافي، وكنحطهم تقريبا غيهزوا لي جوج. انا راه جبت هذا الفراح الكبير، ما رقيتش الكبر من هذا، رقيت غير واحد صغير وهذا كبير يعني متوسط، ولكن تقريبا هذا راه الكبير، ما كنظنش ان كاين كبر منه. صافي وكنخليوها حتى كتحمر من التحت، ومن بعد غادي نقلبوها. ودابا قلبناها، كتشوفوا كيجيو محمرين صافي. حتى الطريقه ديال الطهي ديالهم اولا الطياب ديالهم ساهل، ما كياخذوش الوقت دغيا. والصراحه العجينه كتكون رخيفه كيجيو بحال السفنج، يعني خفيفه العجينه بزاف. وزدت واحد شويه ديال الصوصين، درتو في مقله مع شويه ديال الزيت، شويه شويه لانه هو كيطلق، اولا المرقاز كيقولوا له. عنده حتى ديال البيبي، وعنده ديال الدجاج، ولكن هذا البقري هو الطوب عنده صراحه، ونقي زوين. صافي هكا غادي نكون العشاء وجدته ان شاء الله، ندوزو باش نحطو الطبله ان شاء الله.
كما كتشوفوا الفطائر التركية كتجي غزالة لذيذة، روعة 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 الصراحة. حتى واحد الريحة سبحان الله، زعما الله يسمح لي من الجيران، واحد الريحة اللي يطلع من الدروج كيشمها فنين. هذا كان عشان اليوم، الحمد لله اللهم أديمها نعمة واحفظنا من الزوال. شتو الفطائر التركية كيجيو روعة. طبيعة ديال الرز مع شوية البطاطا بالنسبة للناس ديال الريجيم، غادي نعاود ونأكد الناس ديال الريجيم، شوية ديال الزيتون شوية ديال السوسيس، هذا هو كان العشاء. إن شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى هذه نعم من نعم الله، نتمنى إن شاء الله يعطينا أكثر. من بعد العشاء الصراحة خرجنا عاوتاني لبرا لهدوء التام، مشاو يجيبو هما لا كلاص او لا جيلاتو راه في داك المحل. المهم هنا واحد الجريدة قريبة للدار، كنديرو ديك غادي نهضمو زعما ماشي. المهم كتكون الدنيا عامرة، غير اليوم الصراحة خاوية لأن وسط الأسبوع، حنايا ضروري كنخرجو كيلعبو الدراري هكا شوية، كنجلسوا كنتبردوا صراحة. كان البرد ما كانش الجو برا سخون بزاف، بالعكس كان واحد الريح. كانوا هنا القهاوي راه محلولين، الدنيا راه عامرة ماشي زعما خاوية. صافي بقينا جالسين ناكلوا لا كلاص. المهم خدينا وجهة أخرى إن شاء الله باش نكملوا السهرة ديالنا. كلمة أخيرة، لا تؤذي أحدا لكي لا يؤذيك أحدا، كوني مع الله فلا تخافي، لن يقدر أحد عليك.